بالله عليك، أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه تذكر وتفكر وعلم أن الله يحبه ونظر إلى نظر الحق إليه فاستحى من ربه كيف يعصى أهله كيف يعصى أهله هيهات هيهات والله لن تنال ولاية الله حتى تكون معاملتك له خالصة والله لن تنال ولايته حتى تترك شهواتك وتصبر على مكروهاتك وتبذل نفسك لمرضاته إن أقواما أحبهم فأحبوهم واشتاق للقياهم فاشتاقوا إليه رأى عبد الله بن عمرو الأنصاري ليلة أحد أنه يقتل فأوصى جابرا بأمه وأخواته خيرا فقالت الأم أين الملتقى يا أبا جابر قال الملتقى الجنة فخرج يريد الموت ويتمناه فأعطاه الله ما تمنى مقبلا خيرا.